زيت لبان الذكر يعني كولاجين طبيعي، يعني تأخير ظهور التجاعيد، يعني شد البشرة، يعني إزالة تصبغات، تفتيح حالات سودة، تفتيح آثار ما بعد الحبوب، تفتيح أي منطقة غامقة في الجسم. ما تيجوا بينا نشوف طريقته. يا مساء الورد، هنعمل مع بعض النهاردة الفيديو المنتظر، زيت لبان الذكر اللي هو زيت اللبان. دلوقتي عشان نحضر زيت لبان الذكر زي ما انتوا شايفين اهو، ده لبان ذكر. اوكي، طيب اول حاجة احنا مثلا هناخد نص كوباية لبان ذكر، اوكي، بس هنطحنهم بودر زي ما انتوا شايفين كده اهو. اوكي، خلاص طحناهم. قبل ما نبتدي في الطريقه لازم اقول لكم فوائد زيت لبان الذكر للي ما يعرفوش. اولا ده كولاجين طبيعي، بيزود الوش بانتاج كولاجين، فبالتالي بيشد البشره، تاخير ظهور شيخوخه البشره، وكمان بيفتح اي تصبغات في البشره، بيفتح اثار الحبوب، بيفتح البقع البنيه، يعني هو ممتاز جدا جدا. زائد ان هو طبعا لو انتوا بتحافظوا على بشرتكم من سن صغير بيأخر ظهور التجاعيد معاكم. فيلا بقى بينا نبتدي في الطريقة. اول حاجة نص كوباية لبان ذكر مطحون، طبعا البرطمان ده كبير، انتوا تقدروا تحطوا ربع كوباية نص كوباية اللي يعجبكم. ده زيت لويس حلو، اوكي، الالمند اويل. كمية الزيت هنغطي بيها اللبان، يعني نغطي اللبان بمثابة نص عقلة صباع. اوكي، ونقلب. نحط شوية زيت كمان، بصوا كده اهو، نص عقلة صباع بنغطي، او عقلة صباع بنغطي اللبان بيه، ونقلب كويس جدا. وبعد كده نغطي كويس قوي قوي قوي. يلا بينا نروح على الخطوة اللي بعدها. الخطوة التانية بقى أنا عايز أقول لكم إن بصوا لسه محطيناش الزيت في الحمام المائي، ولونه بقى يعني مايل للبياض كده، اللي هو عشان خليناه باودر فهينزل كل فوائده بسهولة وبسرعة عن لما بنحطه حصى أو حب زي ما هو. زي ما انتوا شايفين كده هنحط الزيت في الحمام المائي، أوكي، نغطي شوية كده مش قوي يعني عشان المية متفرش على بره. طيب وبعد كده هنسيبه من 40 ل 50 دقيقة، اوكي، وبعد كده نشيله من الحمام المائي، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. بصوا بقى لونه مايل للبياض ازاي، ولسه لما تقعدوه، طبعا هقول لكم دلوقتي بالظبط، هتقعدوه اسبوع كامل في مكان دافي ومشمس، يعني مثلا شباك المطبخ لو عندكم شباك او اي شباك بتحطوه كده، اوكي، يدخل له شمس ودفى، مش هيبوظ ما تخافوش، هو فيه ماده حافظه طبيعيه لبان الذكر. اوكي، دي طريقه حفظه لمده اسبوع، مع كل يوم ترجوه كده او تدوبوه كده كل يوم يومين. اوكي، طيب وبعد الاسبوع تفتحوا عليه وتصفوه بقطعه قماش طبي، اوكي، وبعد كده تاخدوا احلى زيت لبان ذكر. ده كده طريقة تصنيعه، يحفظ عادي بره التلاجة. بيستخدم ازاي؟ ده بيتحط على كريمات مثلا انتوا عندكم كريم مرطب، مثلا كريمات البشرة، كريم مثلا انتوا بتحبوه جدا على بشرتكم، ممكن تحطوا كده معلقة صغيرة وتدوبوه، هيبقى احلى واحلى. وهعمل لكم منه سيرم لبان الذكر.
ده هيبقى سيرم قنبلة وتحفة، سيرم الكولاجين الطبيعي. ولو عندكم مثلا بقع بنية، تصبغات بتاع، ممكن تحطوا كده بقطعة قطنة على مكان التصبغات مثلا، ده لو انتوا عايزين. لو انتوا مثلا عايزين تحطوا الزيت مباشرة على وشكم، عايزين تضيفوا لي الكريمات المرطبة برضو ماشي، ينفع معاكم. وعلى فكرة هو كمان ينفع لتحت العين لان هو بيشد البشرة، اوكي، وينفع للخدود وينفع لخطوط الجبهة، ينفع لكل حتة في الجسم. طبعا في انواع بشرة بتتحسس من زيت لبان الذكر، يعني في ناس ممكن جلدها يحمر، في ناس لما بتحطه بتهرش، فده لازم تعملوا اختبار الحساسية اللي هو بتاخدوا منه شوية تحطوا ورا ودنكم او بين الاصابع او عند معصم الايد. لو حسيتوا بحكة او تهيج او احمرار ده يبقى مش مناسب ليكم، حسيتوا انه عادي خلاص استخدموه وانتم مطمنين واستفيدوا من فوائده الرهيبة. بس كده، ودي كده كل المعلومات عن زيت لبان الذكر اللي انتوا طلبتوه مني بقالكم كتير. يا رب يكون الفيديو عجبكم وافادكم. لو عجبكم الفيديو وكل حاجة اتقدمت، ما تنسوش تعملوا لايك كتير، شير اكتر، وما تنسوش تعملوا لي فولو على صفحتي على الفيسبوك والانستجرام باسم كريمز ستوديو، وكمان سبسكرايب على قناتي على اليوتيوب باسم كريمز ستوديو. اشوفكم في وصفة جديدة، حلقة جديدة، فكرة جديدة، واستنوني في سيرم لبان الذكر القنبلة. سي يو، سلام.